بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله عن الحبة السوداء: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السهم، ومعنى السهم هو الموت. الحبة السوداء وتسمى أيضا حبة البركة، وتسمى أيضا السانوج عند بعض الدول العربية، هي نبتة فصلية في السنة لونها أسود، وهي عشبة حولية، وهي أيضا تعتبر من الأعشاب، ويستخرج منها زيت الحبة السوداء وهو مفيد أيضا. فوائدها للجسم كالآتي: أولا تقوية مناعة الجسم الإنسان، ثانيا زيت الحبة السوداء مضاد للأكسدة، ثالثا زيت الحبة السوداء يزيد من الحيوانات المنوية عند الرجال المصابين بالعقم، رابعا تقوية صحة الكبد ووظائفه وتليف الكبد، خامسا تفيد الجهاز التنفسي وأمراض الربو، سادسا زيت الحبة السوداء يفيد للاحتقان وأمراض نزلات البرد من خلال دهنه على صدر المريض ليلا، سابعا الحبة السوداء تذيب الدهون في الجسم، ثامنا تحسين نسب الكوليسترول بالدم، تاسعا تحسين الدماغ وتحسين الذاكرة، عاشرا ضبط مستويات السكر بالدم، 11 تعمل على صحة القلب والشرايين، 12 وقاية المعدة من الأمراض الضارة والقضاء على ديدان المعدة، 13 إدرار البول وطرد الغازات، 14 تحسين الدورة الدموية، 15 يضع زيت الحبة السوداء على الوجه لتخفيف من التجاعيد، 16 مسكن لآلام الدورة الشهرية للنساء، 17 الحبة السوداء تساعد على إدرار الحليب للحامل، 18 زيت الحبة السوداء مع قطرات من الليمون يضع على الرأس لتقوية الشعر ومضاد للقشرة التي تصيب الشعر لمدة نص ساعة ويغسل وتكرر الحالة لمدة 4 أسابيع، 19 يخفف من نوبات الصرع. طريقة الاستعمال: كثيرا من الناس يستعمل الحبة السوداء من غير ما يعرف الكمية، لأن كل ما زاد عن حده انقلب ضده، يعني نفس وصفات الدواء، لا تأخذ أكثر أو أقل، حسب الآية الكريمة لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل شيء خلقناه بقدر، صدق الله العلي العظيم. وعن الأحاديث عن صحابة النبي الذين يلازمون الرسول عند أخذه الحبة السوداء، كان يأخذ يوميا ما بين 5 إلى 7 حبات فقط يوميا. مع تحياتي لكم بالشفاء والصحة والعافية، ونسألكم الدعاء. تحياتي علي أبو تقوى.